في إطار توجيهات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه التي صدرت خلال شهر رمضان المبارك بما يلبي احتياجات المواطنين ومتابعة لجهود الحكومة برئاسة سمو رئيس الوزراء في تنفيذ برنامج عملها وتنفيذا لأمر سمو ولي العهد بتوزيع 5000 وحدة سكنية، أعلن الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية الدكتور خالد عبد الرحمن الحيدان استمرار الوزارة بتوزيع أكثر من 3000 وحدة سكنية جاهزة ضمن مشروع مدينة سلمان الإسكاني. وتابع الحيدان أن الوزارة تعمل في الوقت الراهن على توزيع أكثر من 1400 وحدة سكنية جاهزة بالجزيرة 14 من مدينة سلمان حتى نهاية أغسطس الجاري على دفعات متتالية، وذلك بعد انتهائها من توزيع الوحدات الجاهزة بالجزيرة رقم 13 لاستيعاب أعداد المستفيدين من المشروع بصورة منظمة، ليتم بعد ذلك تسليم المستفيدين مفاتيح وحداتهم السكنية وتزويدهم بشهادات الضمان الخاصة مكونات الوحدة السكنية وفقا لما هو متبع في إجراءات التسليم، مشيرا إلى أن الوزارة انتهت حتى اليوم من توزيع وحدات كل من مشروع أم الحصم الإسكاني ومشروع مدينة خليفة وعدد من وحدات مدينة سلمان الجاهزة ومشروع عراد والبسيتين ومشروع مجمع 609 بسترة وشقق الحجيات وأخيرا مشروع اللوزي الإسكاني.